وفي هذا الإطار النهارده كابتن محمود الخطيب سيترأس وفدا لاستقبال بعثة نادي الترجي يوم الأربعاء القادم. ده برضو بيدل على مدى العلاقة الكبيرة جدا والمحترمة جدا ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والترجي، مهما كانت بقى بعيدا عن المباراة وتنافس المباراة وفنيا وكذا. لو وكذا تفتكر حضرتك اللي اتكلمنا فيه في الحلقة اللي قبل مباراة الذهاب، صحيح، وقلت لحضرتك ان العلاقه دايما بين الكابتن محمود الخطيب والاستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي، والعلاقه بين النادي الاهلي والترجي على مدار التاريخ يعني علاقه مميزه جدا، حاول البعض انه يعكرها في 2018، لكن يعني هم دول الناديين يعتبروا الاكبر يمكن في افريقيا، الاهلي والترجي بالبطولات بالجماهير بالانجازات. فانا شايف ده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، وخاصه بعد اللي حصل هناك في تونس واستقبال الراجل اللي بعث نادي الاهلي قدام سلم الطياره يعتبر او في المطار، حسن الاستقبال من فريق ترجي. الاهلي بيعمل كده اصلا من غير ما حد يعمل معانا حاجه في يعني في مباراه الذهاب او كلام، فما بالك لما يتعمل مع النادي الاهلي اللي شفناه كلنا في تونس، لما يحصل حسن الاستقبال ده للبعثه بالكامل ما يحصلش مشكله واحده، فطبيعي النادي الاهلي يزود لانه كبير افريقيا. زي ما انا دايما بقول النادي الاهلي كبير افريقيا بمبادئه باخلاقه بتعامله مع الغير ببطولاته بجماهير يعني بجماهيريته بتاريخه بحاجات كتيره جدا. فانا شايف ان ده طبيعي، وهو ده يعني الطبيعي بتاع النادي الاهلي على مدار السنين، مش مع الترجي بس، مع كل الفرق اللي بتيجي تلعبنا، حتى لو الاهلي واجه صعوبات بره بيقابلها دايما هنا بالحسنى يعني. فالاهلي فاتح بيبانه لنادي الترجي لو يتمرنوا في مدينه نصر، فاتح بيبانه للبعثه لو احتاجت اي حاجه يبقى في مسؤولين اداريين معاهم لتسجيل كل العقبات لو احتاجوا حاجه. موضوع الدخول نفس الكلام بجواز السفر على غرار ما حدث مع الجماهير المصريه في تونس بدون تذاكر وبدون يعني العدد اللي هيجي او اللي يتم اتفاق عليه هيخشوا بجواز السفر او التصريح اللي هو هيسمح للجماهير. فانا شايف ان ده قدر النادي الاهلي دايما بيتعامل باخلاقه واخلاقيته. بس خلينا ننتظر الموضوع الدخول ده، لانه الحقيقه انا ما اعرفش الدخول بشكل رسمي هيبقى هم كانوا اعلنوا ان المعامله بالمثل، جماهير الاهلي هناك دخلت بجوازات السفر، فالجماهير التونسيه هنا المفروض برضه هيحصل معاها نفس الامر يعني.